حلقتنا هذه اليوم بعنوان صوموا تصحوا. سأأتي بفكرة فلسفة جديدة بيولوجية عن كيفية تأثير الجوع والصيام في تحفيز الجهاز المناعي. ولكن ماذا عن الشحم؟ هل الشحم المخزون في أجسادنا يلعب دور؟ وكيف الصيام يقلل من زيادة الوزن؟ هذا السؤال مهم جدا. الشحم كيف يحدث بعد أن يتم خزنه الطاقة على شكل جلايكوجين؟ الباقي الطعام الزائد عن الحاجة يتحول إلى شحم، فيقوم الكبد بإرساله مباشرة مع إنزيمات الخاصة للتشحيم حول منطقة الكرش أو منطقة البطن وحوالين الكبد، ثم الأبعد فالأبعد. حتى نطبق الشعار صوموا تصحوا، إذا لازم أن نطبق هذا الجدول الآتي، وهو طبعا راح ينفع في علاج الأمراض الحساسية، بالإضافة طبعا إلى تقوية الجهاز المناعي ومعظم حالات ارتفاع ضغط الدم المزمن أو السكري البسيط أو مشاكل القولون والربو العارض غير المزمن وبداية الروماتيزم وغيرها من الحالات، بس بشرط طبعا تكون مشخصة بدقة ولم يمضي عليها فترة طويلة. وأيضا وبالتأكيد يعني هذا الجدول ينفع في خفض الوزن لمن يلتزم فعلا بأنواع الطعام اللي هنذكرها في الأسابيع الأربعة لهذا الشهر الفضيل المبارك. فنقول بالنسبة للطعام الممنوع، لا تتناول في الأسبوع الأول جهد الإمكان إلى أقصى حد، خصوصا للي عنده زيادة بالوزن. امتنع تماما عن السكر والدهن، يعني أي طعام بحلى مثل الكنافة الحلويات من أول يوم رمضان هذه اعتبرها بقائمة الممنوعات، وإلا ما راح تستفيد نهائيا. وقلنا هالسبب أنه الكبد ما راح يقدر يتيح له فرصة أنه يذوب المكونات. هذه كلها يجب أن تتوقف خلال الأسبوع الأول حتى نتيح الفرصة للشحم الموجود بالذوبان، الألبان اللي هي الزبدة والقشطة وغيرها من اللي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وغير المشبعة، وكل المشروبات الحاوية على مادة الكولا والكاكاو والشرابة الصناعية طبعا، والحلويات المصنعة بما فيها المثلجات أو الآيس كريم. هذه كلها يجب الامتناع عنها في الأسبوع الأول. كلام صعب نعم، ولكن اللي يريد فعلا أنه يقوي جهاز المناعي ويخفض الوزن ويعالج بعض الأمراض بدون أن يستعمل الأدوية ويصبح مدمن عليها، فهذه فرصة لكم، إذا امتنع عنها. ولكن هنالك مثل ما أكو ممنوعات أكو واجب تناوله، يعني يجب أن تتناول ما يأتي: باقة كبيرة من الكرفس، وباقة كبيرة من المعدنوس، ومجموعة كبيرة من الخضروات اللي تقدر تحصلها بكمية مشبعة، ما يكفي بحيث أنه تملأ الطبق من الخضروات والفواكه والجزر وغيرها، تعمل لك كمية. إذا كنت أنت جوعان راح تسد الجوعة مالتك بصحن من السلطة مليان بهذه اللي ذكرناها وخالي من الحلويات والدهنيات. ممكن نضيف شيء لطعام الإفطار للسلطة، نعم ممكن إضافة السمك المشوي معها فقط بدون خبز وبدون أي شيء آخر مضاف، وأن لا يكون مقلي المشوي، وكذلك اللحوم بكافة أنواع المشويات ممكن، إضافة إلى أنه بالليل لو حبيت أنه بعد صلاة التراويح حسيت أيضا بشيء من الجوع، لا بأس أن تتناول المكسرات اللي هي الكرزات كما يسمى في أسواق بغداد، وكل طعام أحله الله ورسوله. ماذا عن النشويات؟ قليل من الرز، ربع الكمية اللي أنت تتمناها أو أقل من الربع. تناول من النشويات كل أنواع البقوليات مثلا الفاصوليا، العدس، اللوبيا، كلها ممكن تناولها. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية، يحفظنا ويحفظكم من كل داء وبلاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.